ليش يا رسلان؟ ليش سويت معي هذا كله يا رسلان؟ أنا إيش سويت فيك؟ ليش طعنتني من الخلف؟ أنا قصرت معك في شيء؟ أنت طلبت منا سلفة وعطيناك، وكنا نوقف ضد أي واحد يوقف ضدك. هذا جزانا؟ هذا جزانا يا رسلان؟ يا أستاذ عبد الله. بلى أستاذ عبد الله، بلى زفت. يا أخي أنت وش تبغى؟ قلنا تبغى سلفة وعطيناك، ما قصرنا معاك. قلت إنها حاملة علي، قلنا هوي ندور لك عمل يساعدك شوي شوي، لكن هذا غير مبرر، غير مبرر اللي سويته بتاتا. يا أخي استح وجهك، استح على وجهك قدام الناس. كيف أولادك بيطلعون قدام العالم؟ كيف أنت تطلع قدام العالم؟ أنت فاهم الموضوع غلط يا أستاذ. بلا غلط بلا زفت. خلاص أنا حولت موضوعك للشؤون القانونية، روح تفاهم معهم. يا أبو خالد، يا رسلان، أنت فقدت الثقة في كل شيء جميل. تفضل على الشؤون القانونية، هم يتفاهمون معك. أنا إيش سويت فيك؟ ليش طعنتني من الخلف؟ كذا الجازي معروفنا يا رسلان. تستاهل يا بطل. كنت أتمنى أشوفه، كان ودي أشفي غليلي. ما أنسى نظرته لي في قسم الشرطة، وجه المبتسم والمنتصر. ما أنسى أبد إنه كان السبب في منعني من دخول بيتي. لازم نبدأ بالخطة الثانية، لازم وبسرعة. تستاهل. ايه يا رسلان. السلام صحيت يبا. هلا يا بنتي، سمي، تبي شيء؟ اي ابغى اكلمك بموضوع. اي موضوع يا بنتي بهالليله؟ الله يصلحك. والله يبا موضوع مره مهم. بنتي جاني اتصال من الدوام، خلي بكره الصبح. خلي بكره يبا. قلت لك خليها الصبح. الله يصلحك. ابشر. هلا أستاذ عبد الله. اتفضل اتفضل، وش عندك؟ شلون؟ ايه خلاص، ما دام الموضوع حول للقضاء وللنيابه، شكرا. والله ما عندي شيء اسوي.
والله الصدق كانوا ناويين يحلون ويلمون الموضوع، بس أنا تدخلت وقلت لا، أقنعتهم إنهم يتصرفون بالطريقة الصحيحة، وأتوقع إني كذا سويت اللي علي. لا لا لا، تونا في أول المشوار، ما يكفيني اللي صار، والله لا أخذ حقي منه. طلعني من بيتي وخرب كل شيء أنا رتبت له، ماني مخليه. والله أنت ناويين على نية، إحنا معك، بس طال عمرك تعرف هالأمور يبيلها قرنقش على ما قال. ما عليك ما عليك، كل شيء بيزين، لكن أقلبها في راسي وأقول لك شو الخطوة الجاية. على راحتك، إحنا بانتظار أوامرك يا برنس.